الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزو نضو عضو له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مساوي له ولا مقابل له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحدة السبحان ووحدة الرحمن ووحدة الإعلان ووحدة الإتقان ووحدة الإتقان ووحدة القرآن بعزة الرحمن ثم نشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود ولا مسجود إلا هو ولا مانع ولا معطي إلا هو ولا نافع ولا ضار إلا هو ولا كاشف الضر والبلاء ولا مجيب السؤال والدعاء إلا هو ولا ناصر ولا نصير ولا قادر ولا قدير إلا هو ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوثق أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيقنا خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلائق سيد الأولين والآخرين أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على محمد المصطفى والمنتقى والمجتبى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.